سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يشيد بالتعاون الأمريكي مع اليمن في مكافحة الإرهاب ومواجهة تدخلات النظام الإيراني. لويس غارد يؤكد مواصلة تطبيق اتفاق السويد، وميليشيا الحوثي تقصف منازل المواطنين في التحيتة. مقاومة الحازمية بالبيضاء تضبط أسلحة ومتفجرات كانت في طريقها لميليشيا الحوثي الانقلابية. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر، وأشاد رئيس الجمهورية بجهود الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية، وثمن التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة باليمن والمنطقة. وأكد رئيس الجمهورية حرصه الدائم على السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة. وأشار رئيس الجمهورية إلى تعنت الانقلابيين ومماطلتهم وإحباطهم لكل فرص السلام. من جانبه أكد السفير الأمريكي موقف بلاده الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية في مواجهة التحديات، معربا عن ارتياحه ودعم بلاده للخطوات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة اليمنية، ومنها دفع رواتب المتقاعدين والموظفين الذين يجسدون والذي يجسد مكانة الدولة وأهميتها. أحبط كبير المراقبين الدوليين الجنرال مايكل ويسغارد محاولة ميليشيا الانقلاب المتمردة إعادة اتفاق الحديدة إلى المربع الأول، وأعلن أنه سيبدأ من حيث انتهى سلفه الجنرال باتريك كاميرت. وقالت مصادر عسكرية لصحيفة البيان بأن ممثلي الجانب الحكومي أكدوا مفهومهم لإعادة الانتشار هو ترجمة عملية لاتفاق السويد، وشددوا على أنهم مستمرون مع الجنرال مايكل ويسغارد من حيث تم الانتهاء مع الجنرال كاميرت، وحذرت من أنه في حال عدم وجود ضغط دولي حقيقي فإن الميليشيا ستفشل اتفاق السويد. واصلت عدد من العائلات نزوحها من منطقة الجبلية بمديرية التحيتة جنوب الحديدة بحثا عن منطقة آمنة، حيث تقوم ميليشيا الحوثي المتمردة بقصف قراهم ومنازلهم بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف وبشكل يومي. وقال نازحون بأنهم قرروا ترك منازلهم دون أن يأخذوا معهم أمتعة أو موادا غذائية، حيث اضطروا للتجارة للنجاة بأرواحهم وأرواح النساء والأطفال. يأتي هذا في الوقت الذي تعقد فيه لجنة المراقبة الأممية اجتماعها من أجل تنفيذ اتفاق السويد المتعثر. في مثل هذا اليوم في مثل هذه الأيام من العام 2018 أعلن الجيش تحرير مدينة حيسن التاريخية من براثن ميليشيا الحوثي الانقلابية، والتي فرت هاربة تحت ضربات الجيش ليتنفس أبناء حيسن الحرية. لكن ميليشيا الانقلاب وبروحها الانتقامية لا تزال تقتل سكانها بالألغام وقذائف الهاون. قبل عام من اليوم أعلنت قوة الجيش تحرير مدينة حيس بعد إلحاق هزيمة ساحقة بميليشيات الحوثي الإرهابية. تقدمت قوات من ألوية العمالقة ومعها المقاومة التهامية وبإسناد مباشر من قوات التحالف العربي في عملية مباغتة من عدة جهات. استطاع الجيش من تطهير مناطق واسعة وتنفيذ عملية التفاف سريعة تمت السيطرة من خلالها على مفرق سقم الاستراتيجي، والتقدم نحو مدينة حيس عبر الشارع العام ومبنى السلطة المحلية، لتصل قوات الشرعية إلى مبنى إدارة الأمن عند الساعة الرابعة عصرا. حينها أعلن القائد العام لجبهة الساحل الغربي أبو زرع المحرمي تحرير مديرية حيس، لتكون ثانية مديرية من مديريات محافظة الحديدة تم تحريرها.
أهالي مدينة حيس كان لهم القول الفصل في معركة التحرير ليخرجوا مستقبلين قوات الجيش بتحرير مدينتهم من براثن ميليشيات الحوثي التي مارست الحصار والقتل والخطف والتعذيب، ليكتشف السكان بأن الميليشيات كانت تنهب مواد الإغاثة وتخزنها كمجهود حربي. الذي كدسها العوديون في هذا المقر لشهور بعد أن استلموها من المنظمات الإغاثية وحرموا أبناء حيس من قوتهم. اليوم وبعد مرور عام من تحرير حيس تنفس أبناؤها أنداء الحرية، لكن ألغام ومتفجرات وقذائف الحقد الإرهابي الحوثي لا تزال تنتقم من أحرار حيس الصامدين في مدينتهم المتطلعين لتحرير ما تبقى من مديريات مجاورة لها لتأمن من قذائف الموت التي أرقت المدنيين. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية محافظة. شرع فريق الحكومة الخاص بملف الأسرى والمعتقلين في عمان بدراسة وتمحيص الأدلة التي قدمتها ميليشيا الحوثي حول مصير العشرات من الأسرى بعد أن تبادل الجانبان الأدلة التي شملت مقاطع فيديو توضح حالة المعتقل من كلا الجانبين. وقال رئيس الفريق الحكومي هادي هيج بأنه يتوقع أن تكون اجتماعات لجنة الأسرى والمختطفين والمفقودين هذه المرة حاسمة تمهيدا لإقرار القوائم النهائية والبدء في تنفيذ إطلاق الأسرى والمعتقلين. ويعول مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن على اجتماعات عمان المخصصة لمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين بين ممثلي الحكومة اليمنية والميليشيا الحوثية. أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك على ضرورة استكمال تحرير باقي مديريات محافظة صنعاء لما لها من أهمية قصوى وخصوصية عسكرية ومدنية في المساهمة باستعادة العاصمة صنعاء. وقال رئيس الوزراء خلال لقائه بمحافظ صنعاء عبد القوي شريف، قال إن ميليشيا الحوثي تعيش حالة ضعف وهوان، وبأن تكاتف قوات الجيش الوطني والمقاومة والقبائل سيعزز من السير صوب تحقيق النصر في معركة استعادة الدولة. وأوضح رئيس الوزراء بأن خولان بمديرياتها الخمسة تشكل ثقلا قبليا هاما وتقع عليها مسؤولية تاريخية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن لدى الحكومة خططا لتطبيع الأوضاع في المديريات والمحافظات المحررة، وأن وزارة المالية في العاصمة عدن تعمل على إنجاز عملية دفع رواتب النازحين، كما تحرص الحكومة على وضع حلول شاملة لرواتب النازحين في كافة عموم المحافظات. وأكد رئيس الوزراء بأن المعركة ضد الميليشيا الحوثية لا تقتصر على الحرب في الجبهات فقط، بل تمتد إلى معركة توفير الغذاء والدواء والإيواء باعتبارها معركة حقيقية في تأمين المواطنين الذين شردتهم الميليشيا في حربها على الدولة. إلى ذلك دعا رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك قوات الجيش الوطني والمقاومة وأبناء القبائل في محافظة حجة إلى التصدي للانقلابيين الحوثيين ومواجهتهم. وبحث رئيس الوزراء مع محافظ حجة اللواء الركن عبد الكريم السنيني أوضاع المحافظة والحصار الجائر الذي تفرضه ميليشيا الانقلاب. كما ناقش اللقاء الأسباب التي دفعت بالميليشيا الحوثية للتوجه صوب محافظة حجة مستغلة الهدنة. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستقدم الدعم الكامل لقبائل حجور كشر، كما ستقدم المساعدة العاجلة لأبناء المحافظة، وستقوم بدفع رواتب النازحين وإنشاء مستشفى ميداني لمعالجة المصابين من المدنيين من جرح الحرب في كشر وحجور. اطلع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن بحري عبد الله سالم النخعي على مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهة الحدود والجهود والتضحيات التي يقدمها أبناء المحافظة بشكل خاص وأبناء الإقليم بشكل عام. وقال اللواء النخعي خلال لقائه بالحسن طاهر بأن محافظة الحديدة وإقليم التهامة أمام عهد مستقبلي بعيدا عن الكهنوت البغيض، مشيرا إلى أن تحرير محافظة الحديدة وكل الأراضي اليمنية من المشروع الحوثي الطائفي سيكون بداية العهد الجديد لبناء اليمن الاتحادي الحديث القائم على العدل والمساواة. من جانبه قال محافظ الحديدة بأن أبناء المحافظة يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية والعسكرية.
تمكن أفراد المقاومة في جبهة الحازمية في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء من ضبط أسلحة ومتفجرات كانت في طريقها لميليشيا الحوثية الانقلابية في البيضاء قادمة من محافظتي شبوة وأبين. وأوضح مصدر قيادي في جبهة الحازمية بأنه تم ضبط شحنة أسلحة وذخائر ومتفجرات وصواريخ وقذائف كانت في طريقها إلى ميليشيا الانقلاب. وأضاف المصدر بأنه تم ضبط صالون آخر كان قادما من مديرية لودر في محافظة أبين، وعلى متنه 20 شنطة ذخيرة في طريقها كانت للميليشيا الانقلابية بمديرية مكيراس. وأشار المصدر إلى أنه تم إلقاء القبض على خلية مكونة من 9 أفراد من محافظتي شبوة والبيضاء، وتمد ميليشيا الانقلاب بالأسلحة والذخائر، وبأن التحقيقات مستمرة معهم لكشف باقي الخلية. زار محافظ محافظة ذمار اللواء علي بن محمد القوسي جبهة الصرواح للاطلاع على التقدم الذي أحرزه أبطال الجيش ضد ميليشيا الحوثي المتمردة في الأيام الأخيرة. وتفقد المحافظ عددا من المناطق المحررة منها وادي ربيعة وميسرة الصرواح، واستمع خلال الزيارة من قادة الجبهة إلى شرح مفصل عن سير المعارك والانتصارات التي حققها أبطال الجيش الوطني مسنودين برجال المقاومة غرب الصرواح ودحوان. وحي اللواء القوسي دور أبطال الجيش والمقاومة الشعبية من أبناء ذمار وتصديهم للميليشيا الحوثية الإرهابية. وثمن المحافظ التضحيات التي يقدمها أبطال الجيش الوطني بمساندة الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، موضحا أن ساعة النصر تلوح في الأفق، وأكد على مضاعفة الجهود واليقظة التامة ورفع الجاهزية القتالية ومواصلة القتال حتى تطهير كل شبر في أرض الوطن كي يعيش الشعب اليمني في رخاء وحرية وأمان. بناء على توجيهات من الأخ الرئيس الجمهوري القادر على القوات المسلحة ونائبه لزيارة الجبهات للاطلاع عن أحوال المقاتلين، اليوم نحن في جبهة صرواح في الخطوط الأمامية لجبهة صرواح. أمامنا مدينة صرواح، هذه الجبهة جبهة صرواح. هؤلاء المقاتلين الأبطال لقنوا الميليشيات والعدو في الشهرين الماضية درس لن ينسوه الميليشيات، درس قتلوا أكثر من المئات من الميليشيات، ومعظمهم لا زالت جثثهم إلى اليوم مترامية في الشعاب. نرحب بالأخ اللواء الشيخ علي القوسي محافظ محافظة ذمار الذي جعل من اليوم هذا يوم عرس ديمقراطي يحسس الأفراد بوجود الدولة ووجود القيادة السياسية الممثلة في الأخ المحافظ كرجل أول محافظة ذمار. اللواء هذا مشكل باسم محافظة ذمار قد ضحوا بأغلى ما يملكون من أحفادهم وأبنائهم افتداء من أركان حرب اللواء مع 2 أبناء في المواقع الأمامية قادة الكتائب. قائد المعسكر هو الآن موجود وابن موجود في الموقع الأمامي، فهذا زيارة يعني كزيارة أب لأبنائه من المستوى الأعلى إلى المستوى العسكري والمرافضين في الجبهات. نحن فخورين بهذه الزيارة ونحن مستعدين لمهام قادمة إن شاء الله. بعقلية التتار التخريبية تواصل ميليشيا الحوثي المتمردة الاعتداء على الهوية اليمنية من خلال تجريف التعليم وقصف المعالم التاريخية وحرق المتاحف والكتب ونهب القطع التراثية والمتاجرة بها. ينهبون آثار الماضي ويدمرون مؤسسات الحاضر ويغتالون أحلام المستقبل. هم مجرد ميليشيا قادمة أفكارهم من خارج سياق الجغرافيا والتأريخ معا، فلا عجب والحال كذلك أن يتجهوا نحو التأريخ لينهبوا ما يمكنهم بيعه ويدمروا ما لا يستطيعون إخفاءه أو ما يخافون من الحقائق الكامنة فيه. نهب الحوثيين لآثار التأريخ واعتداءاتهم المتكررة عليها وضع سيجعل من فترة انتفاشتهم لطخة سواد في تأريخ بلد
تريد عصابة طارئة أن تغير تأريخه الممتد لآلاف السنين. فالحوثيون الذين تكررت المناشدات المحلية والعالمية لإنقاذ صنعاء القديمة من تشويههم الممنهج لها ولمعالمها التاريخية يتعاملون بما هو أسوأ مع الآثار على امتداد الوطن. وإذا كانت مسيرة الدمار حافلة برصيد من الاعتداء على الآثار على امتداد سنوات انتفاشتها، فإن الفترة القليلة الماضية حملت أحداثا تؤكد أن ما ترتكبه الميليشيا بحق التاريخ والآثار أمر متصل في منهج الميليشيا ومنهجيتها، لا أمرا طارئا أو أحداثا فردية. ففي ذمار أقدمت الميليشيا على تدمير بعض أقسام ومحتويات متحف بينون الأثري ونهب قطع أثرية وكتب ومخطوطات تاريخية، إضافة لإتلاف صور قيادات الجمهورية واستبدالها بصور زعماء العصابة. أما في زبيد فأقدمت الميليشيا على نهب الكثير من المخطوطات التاريخية والإسلامية المخطوطة يدويا والتي يعود تأريخها إلى مئات السنين. وإذا كان غير مستغرب أن ترتكب ميليشيا الجهل ذلك بحق مدينة العلم والعلماء، فإن الغرابة تبقى في التعامل الأممي الأغرب مع ميليشيا تسفك دم الحاضر وتسرق حبر الماضي. حقد الميليشيا على التاريخ والتراث يبلغ حده الأقصى ويبرز من خلاله الحقد الأعمى حين يتعلق الأمر بمخطوطات التراث وكتبه التي تحتوي الوسطية التي أجمع عليها اليمنيون وتجمع حولها على اختلافهم ككتب الشوكاني وابن الأمير الصنعاني، إذ تسارع الميليشيا للتخلص من مثل هكذا كتب لتضع بدلا عنها ملازم الحوثي. ولعل أحدث شاهد على ذلك تمثل في إقدام الميليشيا قبل يومين على إحراق مكتبة الجامع الكبير في مديرية بني بهلول بمحافظة صنعاء، وذلك دليل جديد أن الحوثي لن يتوقف عن إحراق الوطن ومن وما فيه ما دام يمتلك سلاحا في يديه. بحث نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية أحمد صالح العيس اليوم مع القائم بأعمال السفير الياباني لدى اليمن يو جي تو هاتوري القضايا والمستجدات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية وسبل التعاون بين البلدين. وأكد العيسي على عمق العلاقات اليمنية اليابانية الممتدة لنحو قرن من الزمن، مشيرا إلى أن اليابان تعد ضمن أهم شركاء اليمن التجاريين. وثمن العيسي جهود القائم بأعمال السفير الياباني في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وأشاد العيسي بالدور التنموي والإغاثي الذي تقوم به اليابان تجاه اليمن، مشيرا إلى أن اليابان تعد من الدول الرئيسة المانحة التي تفي بتعهداتها. قررت ميليشيا الحوثي المتمردة إغلاق مكتب المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر في العاصمة صنعاء على خلفية قيامها بنشر فضائح وجرائم الميليشيا بشأن اعتقال النساء وتعذيبهن في سجون خاصة والاتجار بأعضاء البشر. وقال رئيس المنظمة نبيل فاضل إن ميليشيا الحوثية أصدرت قرارا بإغلاق مكتب المنظمة في صنعاء وتقوم بملاحقة كافة العاملين فيه. وأكد فاضل أن بحوزة المنظمة وثائق وأدلة على جرائم ميليشيا الحوثي فيما يتعلق بسرقة وبيع الأعضاء البشرية. ودعا فاضل كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية إلى التضامن معهم ومع ضحايا ميليشيا الحوثي واتخاذ موقف حاسم وصارم تجاه هذه العصابة الإرهابية. نظمت رابطة أمهات المختطفين اليوم في عدن وقفة احتجاجية أمام منزل نائب وزير الداخلية وأخرى أمام منزل النائب العام للمطالبة بالكشف عن مصير المخفيين قسرا والإفراج عن المعتقلين تعسفيا. ورفعت المشاركات في الوقفة صور المعتقلين والمخفيين ولافتات تحتج على تجاهل المسؤولين لمطالب ذويهم. وجددت المحتجات رفضهن لتصريحات نائب وزير الداخلية والتي تنفي وجود سجون سرية في عدن، وطالبن بسرعة الكشف عن مصير ذويهن المخفيين وإطلاق المعتقلين أو إحالتهم للقضاء في حال كان عليهم أي تهمة.
وتقدمت عدد من المشاركات في الوقفة بشكوى إلى النائب العام ضد وكيل النيابة الابتدائية الجزائية علي جميل لاستمراره في حجز المعتقلين بصورة مخالفة للقانون، وطلب بإحالة القضية للتفتيش القضائي. تأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة فعاليات احتجاجية مجتمعية في عدن تطالب بالكشف عن مصير المخفيين وإطلاق المعتقلين التعسفا. أكدت قبائل أبين وقوفها إلى جانب رئيس الجمهورية المشير الركن عبد الرب منصور هادي في معركة التحرير واستعادة الدولة، وأعرب البيان عن شكر قبائل أبين لدول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. تحت شعار نعم من أجل أبين وتوحيد الجهود لخدمتها. طبعا هذا اللقاء يحضر له من فترة طويلة و يهدف إلى كثير من الأمور، وهذا من ضمنها رص الصفوف وتوحيد الكلمة والمطالبة بعد إعمار بناء مؤسسات أبين ومساكنها، لأن حقيقة هذه المحافظة تعرضت لحربين ظالمتين، الحرب الأولى في عام 2011 والحرب الثانية في الحرب الأخيرة خروج الحوثي على الشرعية. جينا اليوم بناء على دعوة الأخ المحافظ والأخ وزير الداخلية نلتقي مع أخواننا من وجهاء أبين وشخصيات الاجتماعية لغرض واحد بسيط، هو وحدة هذه الأمة مرة أخرى وهذا الوطن نظرا لما مرت به اليمن وبعض الأشقاء في الوطن العربي بعد الربيع العربي في 2011. ولدينا مرجعية إسلامية شرعية أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نلتجئ إليها في حال الخلافات. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وندعو كل المشايخ والشخصيات الاجتماعية إلى بناء أبين وبناء الجنوب عامة وبناء اليمن كاملا، ونرجو من المشايخ تشكيل لجان صادقة مع الحوار مع أبنائنا من المقرر بهم من الطرفين، سواء كانوا مع الحوثي أو مع القاعدة أو مع داعش أو مع أي جماعة أخرى. كما قال الأخ وزير الداخلية، ندعو الجميع للحوار وإلى كلمة سواء بيننا وبينهم. نرحب بهذا اللقاء التشاوري الذي جمع مشايخ وأعيان ووجهاء محافظة أبين، وهي بادرة طيبة ومبادرة ينبغي أن نحرص عليها جميعا من أجل مصلحة هذه المحافظة ولم الشمل وتوحيد الكلمة لمصلحة بناء هذه المحافظة وإعادة نهوضها مما مر بها من خراب وتدمير خلال السنوات والحروب الماضية. ونحيي دعوة فخامة الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية لمثل هذه اللقاءات الشعبية التي توحد الجهود أو الجهد الشعبي والرسمي معا. اليوم تداعى أبناء أبين من جميع المديريات، وذلك للقاء التشاوري الذي دعا إليه المشير عبد الرب منصور هادي ووزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري وكذلك محافظ محافظة أبين اللواء أبو بكر حسين. والهدف من هذا اللقاء هو لما الشمل الأبيني وكذلك الوقوف على العديد من القضايا التي تهم محافظة أبين، لا سيما في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه المحافظة ويعيشه البلد بشكل عام. ونتمنى أن يخرج اللقاء بالمخرجات الإيجابية والجميلة التي تخدم المحافظة في المقام الأول والأخير، ونشكر كل من ساهم ودعا إلى هذا الاجتماع ووفق الله الجميع. هذه المحافظة محتاجة إلى تكاتف أبناؤها، وهي قد مرت عليها مراحل عصيبة، ومن هذا المنطلق نرجو من القادة السياسيين أن يقدمون هذه الرسالة إلى القيادة السياسية وإلى الخارج بأن أبين هي أبين السلام وأبين المحبة، وأنها عصية عن ما يسمى بالأرهاب، وأنها سوف تظهر حقيقتها للجميع. نحن يعني كمشايخ نطالب الدولة بأن تفعل مؤسساتها وأن تفعل أجهزتها. الناس في ضنك، ونحن بحاجة إلى يعني التسهيل للناس وتوفير الخدمات والبدء في أعمار المحافظات المحررة التي هي بكونها ستسقط كل المحافظات التي لا زالت تحت سيطرة الحوثي. لكن نحن نعرف أن المحافظات الشمالية
يعني ما شافت الأعمار والخدمات وتوفير الأمن والاستقرار والمعيشة في المحافظة الجنوبية، وإلا كان سقطت أوتوماتيك. القبائل غير مقتنعة بالحوثي، كل أبناء المحافظة الشمالية غير مقتنعين بالحوثي، لكنهم الوضع غير مناسب، الوضع الموجود غير مناسب. ولهذا نحن ندعو القيادات، مثلها بالقائد الرمز السياسي المشير عبد الرب منصور هادي والرئيس الوزراء والوزراء، إلى توفير الخدمات، إلى توفير الأمن والاستقرار، إلى توفير المعيشة للأبناء المحافظة هذه حتى يكتمل تحرير اليمن من الشرذمة الحوثية البغدادية. هذا وتشاهدون في النشرة أيضا، البنك المركزي يختتم دورة حول تخفيف المخاطر. مقترحات بإنشاء كلية العمارة الطينية بجامعة سيئون. تحتجز ميليشيا الحوثي مئات الناقلات المحملة بالمشتقات النفطية في منطقة عفار بمديرية الملاجم في محافظة البيضاء منذ أسابيع، وتمنع دخولها إلى مناطق سيطرتها والوصول إلى العاصمة صنعاء. وقالت مصادر محلية بأن الميليشيا الحوثية المتمردة تحتجز ناقلات البنزين والديزل والغاز القادمة من محافظتي مأرب وحضرموت في المركز الجمركي الذي استحدثته في عفار، وتفرض عليها وعلى الشاحنات المحملة بالأغذية والسلع التجارية رسوما جمركية تصل إلى 2 مليون ريال على الناقلة الواحدة. وتتسبب إجراءات ميليشيا الحوثية في مضاعفة معاناة السكان وارتفاع أسعار المشتقات النفطية. لعب اقتصاد الحرب دورا مهما في انتعاش سوق الأراضي والعقارات في اليمن خلال الأعوام الأخيرة، إذ تعد العقارات الوسيلة المثلى لغسل الأموال الناتجة عن مكاسب الحرب من قبل ميليشيا الانقلاب. أوضح تقرير اقتصادي صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بأن سوق العقارات وتجارة الأراضي شهد ازدهارا رغم ظروف الحرب في اليمن ورغم التدهور الكبير في النمو الاقتصادي. ووفقا للتقرير، فقد تدفقت مليارات الريالات من تحويلات المغتربين ومن العائدين بصورة نهائية، حيث اتجهوا نحو تجارة الأراضي والعقارات كونها الاقتصاد الأكثر نشاطا والأكثر أمنا بالنسبة لهم. ازدهار سوق العقارات والأراضي في اليمن في ظل الحرب يرجع إلى أسباب، منها عودة آلاف المغتربين إلى الوطن، وكذا قيام تجار الحرب بتبييض أموالهم، بالإضافة إلى حالة النزوح الداخلي من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي إلى مناطق الحكومة الشرعية. وتجاوزت الزيادة في أسعار الأراضي في محافظة حضرموت ومأرب وإب نسبة 200%. شهدت مدينة مأرب طفرة كبيرة في أسعار العقارات والأراضي على وجه الخصوص بسبب تدفق أعداد كبيرة من المواطنين النازحين إليها، والذين يقدر عددهم ب1.5 مليون نازح، حيث ارتفعت إيجارات العقارات فيها بنحو 500%. وفي صنعاء العاصمة شهدت تجارة الأراضي والعقارات ارتفاعا في الأسعار نتيجة الثراء الذي تعيشه طبقة المستفيدين من الحرب من قيادات ميليشيا الحوثي المسيطرة على العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى تدفق أموال العائدين من الغربة وفقا للتقرير. أشاد وزير النقل صالح الجبواني بالإنجازات التي حققتها جامعة إقليم سبأ خلال سنتين من عمرها، مشيرا إلى أنها أصبحت إحدى الصروح العلمية الهامة في اليمن. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير الجبواني برفقة محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة، وكان في استقبالهما رئيس الجامعة الدكتور محمد حمود القدسي ونائبيه الدكتور علي سيف مبارك الرمال وحسين الموساي وعدد من عمداء الكليات في الجامعة. واستمع الجبواني والعرادة إلى شرح موجز من قبل رئيس الجامعة عن الإنجازات التي تحققت في إطار مشروع بناء هذا الصرح العلمي الذي بدأ بكلية واحدة عام 2006 ليصبح حاليا 5 كليات في محافظتي مأرب والجوف، فيها 28 تخصصا علميا، وارتفع عدد الطلاب فيها هذا العام الدراسي إلى قرابة 9000 طالب وطالبة، وتمثل نسبة الطالبات 35% منهم
تتشكل نسبة الطلاب منهم من محافظة مأرب من إجمالي الطلاب وطالبات الجامعة 40%. اختتم اليوم في عدن ورشة عمل الامتثال ودوره في تخفيف المخاطر، والتي شارك فيها 24 شخصا من مسؤولي الرقابة بفروع البنوك التجارية والإسلامية والبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن. وهدفت الورشة التي نظمها قطع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني على مدى أسبوع إكساب المشاركين عددا من المفاهيم والمعلومات ذات الصلة بقوانين البنك المركزي اليمني والمعاملات الحديثة الصادرة منه واللوائح والتقارير الأسبوعية والشهرية المرفوعة من البنوك، إضافة إلى التعميمات الحديثة والمخاطر التشغيلية التي تواجه عمل مسؤولي الامتثال في عموم البنوك التجارية والإسلامية. وأكد نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب حبيشي حرص البنك المركزي اليمني على تطوير مستوى نشاط البنوك وتعزيز القدرات البشرية العاملة فيها للوصول إلى مستوى متقدم من تحسين الأداء والخدمات المقدمة. من جانبه أكد وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني حسين المحضار على ضرورة إلمام المشاركين بالخطوات المتبعة عند رفع التقارير وفقا للمعايير الدولية. ناقشت لجنة العمارة الطينية بجامعة سيئون في اجتماعها الأول اليوم جملة من المقترحات الخاصة بإنشاء كلية من مركز أو مركز للعمارة الطينية بجامعة سيئون وفقا للأسس الأكاديمية. تدارست اللجنة التي يرأسها الأستاذ الدكتور سالم عوض رموضة جملة من الخيارات لترجمة هذا التوجه. وأكد وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام بن حبريش الكثيري على ضرورة أن تطلع الجامعة بدورها في الحفاظ على العمارة الطينية نظرا لما يكتنزه وادي حضرموت من إرث معماري حضاري أبهر كل المهتمين. وأوضح نائب رئيس جامعة سيئون للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد العمودي بأن هذا الاجتماع يهدف لدراسة دور الجامعة في الحفاظ على العمارة الطينية ومستقبلها في حضرموت. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء عصام بن حبريش الكثيري على حجم الضرر الذي تعرض له سور مدينة شبام في الجهة الجنوبية بعد انهيار جزء منه. واستمع الكثيري إلى تقرير موجز حول الأسباب التي قد تكون سببا لهذا الانهيار في الجزء من سور شبام التاريخي. ووجه الكثيري بسرعة معالجة الضرر الحالي وترميم سور المدينة بشكل كامل في الجهة الجنوبية ورفع دراسة لاستكمال مشروع البنية التحتية لمدينة شبام أسباب توقفه، وذلك بحسب توجيهات اللواء الركن فرج البحسني. وقال الكثيري بأن السلطة المحلية بوادي حضرموت تولي مدينة شبام وكل المدن والمعالم التاريخية اهتماما خاصا وفقا للإمكانات المتاحة. نزول على موقع تأثير تهدم سور جزء من سور شبام التاريخي في الجهة الجنوبية، وعلى ذلك قمنا بتوجيه الأخوة في مديرية شبام بالتنسيق مع الأخ حسن بإعادة إعمار هذا الجزء المتهدم من السور. وعليه ندعو كل أهل المقيمين في مدينة شبام بالحفاظ على هذه المدن التاريخية بإبعاد أغنامهم كل ما يتسبب في التهدم أي جزء من شبام، لأن شبام أصبحت معلم تاريخي. دشن مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر الأسد المدير التنفيذي للبرنامج السعودي للتنمية والإعمار باليمن فرع المهرة عبد الهادي القحطاني عملية توزيع المقاعد والكتب المدرسية لمدارس حصوين التي طبعت على نفقة المملكة العربية السعودية وفق المنهج المدرسي اليمني لسد النقص الذي تعاني منه المدارس. كما سلم الإخوة في البرنامج السعودي لإدارة مدرسة أسماء بنت أبي بكر بمديرية حصوين باصا خاصا لنقل معلمات وطالبات المدرسة. اليوم نقوم بتدشين إحدى مبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فيما يتعلق بتوزيع الطاولات المدرسية، وهي تتضمن 6000 طاولة بحيث تغطي 12000 طالب وطالبة في جميع محافظة المهرة. واليوم نحن ندشن جزء منها في مديرية حصوين في مدرسة أسماء بنت أبي بكر.
زار وفد من وقف أويس القرني برئاسة الشيخ صلاح باتيس مقر وقف الديانة التركية في العاصمة أنقرة، وبحث الجانبان سبل التعاون وتعزيز الشراكات في عدد من القضايا التي تهم الوقفين. يذكر أن وقف الديانة التركي من أكبر الأوقاف في تركيا، واهتماماته وأنشطته تمتد إلى كثير من دول العالم. برعاية مدير عام مديرية مدينة مأرب، اختتم مكتب التربية والتعليم بالمدينة فعاليات المسابقة المنهجية العلمية المدرسية بمديرية المدينة، والتي شاركت في نسختها النهائية 5 مدارس من مدارس المدينة، حيث وصل إلى المسابقة الختامية مدرستان في قسم الثانوية وأربع مدارس أساسية. وقد شهد اليوم الختامي تنافسا شديدا بين الطلاب والطالبات. المسابقات العلمية والمنهجية لمديرية مدارس المدينة شاركت في المرحلة الأساسية 27 مدرسة، وأيضا في المرحلة الثانوية 12 مدرسة. قسمت إلى 6 محاور، تأهلت من كل محور مدرسة، وكما رأيتم اليوم 6 مدارس تنافست في الجولة الأخيرة. فازت مدرسة الميثاق في المرحلة الثانوية وتأهلت للمنافسة على مستوى المحافظة، وأيضا فازت في المرحلة الأساسية مدرسة إقرأ الأهلية للمنافسة على مستوى المحافظة. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. رئيس الجمهورية يشيد بالتعاون الأمريكي مع اليمن في مكافحة الإرهاب ومواجهة تدخلات النظام الإيراني. ويسغارد يؤكد مواصلة تطبيق اتفاق السويد، وميليشيا الحوثي تقصف منازل المواطنين في التحيتة. مقاومة الحازمية بالبيضاء تضبط أسلحة ومتفجرات كانت في طريقها لميليشيا الانقلاب. في ختام هذه النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في رعاية الله.